السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم، مع أحمد صالح. ومثل ما تعلمنا كل يوم في عنا شيء جديد في مضمار العمل على المتميز أو البرنامج المتميز والأنيق مايكروسوفت باوربوينت. اليوم رح نتعلم بطريقة احترافية كيف نصمم مدخل لماستر أو شريحة ماستر سلايد ماستر أو شريحة افتتاحية لأي درس تعليمي بكل بساطة واختصار، وتكون معبرة عن فحوى المادة اللي أنت رح تقدمها لتلاميذك أو لمتدربينك، أي يكون الجمهور يلي أنت بصدد أن تقف أمامهم إن شاء الله، وتبدأ في تصميم سلايدات وعرض تقديمي احترافي يليق بك ويليق أيضا بجمهورك. تكرما يا أحباب القلب، التفاعل قدر الإمكان على هذه الفيديوهات، لأنكم بتحفزوني بصراحة لحتى أنا أقدم المزيد أولا، وبتساهموا معي أيضا في إيصال هذه الفيديوهات إلى ناس آخرين بيحتاجوا منا هذه المعلومات، فتفاعلكم ترزو عني كل خير إن شاء الله، وعن المتابعين الجدد أيضا ترزو عنا كل خير إن شاء الله، فبتكونوا عم بتساعدوني في نشر هذه المعلومات على منصة اليوتيوب. فتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل اشتراك إذا كنت ضيف جديد على قناتنا، وفعل الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وتكرما لا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف، ويلا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض في لقاء جديد ومتميز كليا مع برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج باوربوينت. اليوم أنا محتاج من حضراتكم التركيز إلى نهاية الفيديو قدر الإمكان، يلي عم يعاني من واجهة اللغة الإنجليزية. رح نتكلم عن إعادة الدرس على عجل لكن في واجهة اللغة العربية لبرنامج باوربوينت، وكيف ممكن إحنا نغير الانترفيس لانجويج أو اللغة الواجهة لباوربوينت باللغتين، أيضا رح نتطرق لها أيضا بهذا اليوم. بداية رح نستند على هذه المواقع يا أصدقاء، رح أحمل صورة القمر تمام، ورح أحمل هذه الشجرات، ورح أحمل أيضا يعني الجنود تمام، فرح أعمل سلايد احترافي أو سلايد افتتاحي بطريقة احترافية، معبر مثلا بيتضمن عنوان الفتوحات الإسلامية أو التاريخ الإسلامي، أيا يكن الدرس يعني، لكن أنا كانت الفكرة عندي بصراحة بهذا المجال، فيعني قلت هذه الأدوات ربما تكون مناسبة معنا إن شاء الله. طبعا الروابط رح تكون موجودة معكم في صندوق الوصف، بإمكانكم تستهلوا من نفس الأفكار أو إنكم تبحثوا أيضا عن أفكار تانية وتبدأوا بالعمل عليها. رح نبدأ بالتحميل، فبختار فري داونلود، طبعا هذه الخطوة الأولى، وبج بختار فريم، بنتظر حتى يعد للخمس ثواني لحتى ينقلني مباشرة إلى صفحة اختيار المسار اللي بدأ بعملية الداونلود أو تحميل الملف. خلني أختار ديسكتوب وأنقر على مفتاح سيف. بعد ما انتهى راح أنقر على السهم وبختار عرض في المجلد، هذا هو الملف المضغوط طبعا، بنقر بيبعطي extract to يعني فك الضغط إلى هذا المجلد، بيكون بنفس الاسم عن أيام، هذا هو تماما. الآن احنا لو أخذنا view يعني أعطاني الأيقونات الكبيرة، بنشوف ملف الـ SVG، ملف الـ JPG، وملف EBS عفوا حتى افتحه على أدوبي Illustrator، وملف أيضا PDF، هذه مجموعة ملفات يلي حصلت عليها. رح نرجع إلى الموقع، من ترجع إلى الموقع الثاني رح من خلاله نحمل أيضا صوريات الفيكتور جرافيكس. طبعا أنت الآن لو اخترت علامة تبويب جديد دخلت إلى الموقع، رح تبدأ بالبحث، بجي بختار الفلتر من هون، بختار فيكتور جرافيكس تمام، بكتب مثلا 3 عفوا تمام، فهو رح يعطيني الأشجار مثل ما أنا شايفين بالضبط بهذه الطريقة، ففيني أختار وأحمل ملفات بصيغة الفيكتور. خلني أرجع لهون تمام، وبختار free download. لاحظ هون في، شوفي عندي هون فيكتور جرافيكس، لا تنسى انك تحدد عليها مشان نحن ناخذ الصوره بصيغه ال SVG، هذا هو المراد بصيغه التحميل لهذا النوع. انقر على مفتاح داونلود، وايضا راح اختار المسار ديسكتوب وانقر على مفتاح زيف. الان تحملت معنا الصوره شو بصيغه SVG. بقى عندي اخيرا كمان بنفس الطريقه من نفس الموقع بنحمل القمر بالفيكتور جرافيكس، نختار داونلود ونحدد مسار ديسكتوب وأنقر أيضا على سيف. بعد ما قمنا بتحميل الملفات يا أصدقاء وفكينا الضغط عنها، رح أتوجه إلى برنامج باوربوينت.
رح نختار عرض تقديمي فارغ أنكر باليمين وبختار شريحة فارغة. طبعا أنت كونك رح تصمم على شاشات العرض فبترك الأبعاد مثل ما هي، أما إذا كنت حابب أنك تصمم بوستر تنزله على الفيسبوك أو ما شابه ذلك بإمكانك أنت تغير بالأبعاد. من ديزاينج نختار سلايد سايز، بنعطي كاستم وبتختار أبعاد كنها مربعة، تمام، أبعاد مربعة يعني 8x8 10x10 15x15، وبتحول الإطر والإطار الخاص الكادر الخاص التصميم إلى مساحة مناسبة لتصدير الصورة ورفعها على منصات التواصل الاجتماعي. لكن احنا الان عم نتكلم كيف ممكن نصمم سلايد ضمن عرض تقديمي فاستخدمه على شاشات العرض. الخطوة الاولى يا اصدقاء، خلني انقر باليمين وبتوجه الى فورمات باك جراوند لاختيار لون للخلفية، فبجي بختار احد الالوان وليكن معي على سبيل المثال خلني اختار هذا اللون، وبامكاني اتوجه الى مور كلر يعني الوان اضافية، وبنعطي كثافة لونية اغمق حتى، تمام. راح اتوجه الى انسيرت عفوا من شيبس اللي هي اشكال، اختار شكل البيضاوي او الدائري، اضغط مفتاح شيفت من الكيبورد وبنكر مع السحب لحتى انا ارسم شكل البيضاوي، تمام. لحد الان الكلام جميل. من لاين اللي هو حوافر الرسم، سواء من هون فيك تختار بدون لون او بختار من هون يعني ايضا نو لاين يعني اي بدون لون، تمام. طيب التعبئة خلني اختار نفس اللون لكن رح نضيفه نحن شو، نعطي مور كلر عفوا، وبختار لون اكشف شوي لكن هو من نفس العائلة، هذا يلي انا قصدته يكون معاي من نفس العائلة اللونية. بامكانك تشتغل على اكثر من موضوع جمالية، يعني انا رح اشتغل يعني بفكرة انت فيك يعني لا تاخذ، هي قاعدة، هي مجموعة افكار وخيال فقط لا غير. خلي اختار كنترول زائد دي تكرار، وبنغير لون من المور كلر او الوان اضافية وبقلل بالكثافة اللونية شوي، تمام. طيب اضبط الصورتين او الشكلين عفوا، كنترول شيفت من الكيبورد وبين الزاوية بنكر بسحب للداخل لحتى انا صغير حتى بسيطة، ايضا كنترول زائد دي اذا حبيت تختار لون اقل درجة بنفس الطريقة نفس المبدأ. اذا كان موضوع الاشكال يعني خليها صغير شوي، اذا موضوع الاشكال والمحاذاة ما انضبطت معك بامكانك تحدد الكل، ومن فورمات من إليغان اللي هي المحاذاة إليغان سنتر وإليغان ميدل حتى أعمل ضبط للأشكال بالمنتصف، أختار كنترول زائد جي من الكيبورد اللي هي اختصار إلى عملية جروب أو التجميع، فصاروا عندي شكل واحد مثل ما أنا شايفين بالضبط. خلني أختار نيو سلايد أي شريحة جديدة، بتوجه إلى إنسيرت ونختار بيكتشر ذيس ديفايس أي صورة من هذا الجهاز، أتوجه إلى الديسكتوب وعندي أول شيء خلني أختار يا أحباب القلب، نحن كنا شغالين بهذا المكان، هذا ملف الـ SVG ليس الـ JPG، SVG حتى يكون معنا قابل للتعديل، رح نقوم الآن بالإدراج. لاحظ أنقر باليمين وبنختار جروب أن جروب أي فك التجميع، فبقل يجب تحويل هذه الصورة، تمام، فبعطي يعني يس موافق، أرجع أنقر باليمين وبنختار جروب، نعطي أن جروب مرة تانية وكمان بنقر باليمين ومن جروب نختار أن جروب لحتى نحصل على هذه الأشكال كل جزئية لحال، كل جزئية لحال. خلني على سبيل المثال أنا كنت معجب بهذا الرسم، أختار كنترول زائد سي وأختار كنترول زائد في وبدأ الآن بالإنتاج بشكل جميل للغاية. الآن الفكرة أن اللون هذا الفارس رح يكون من نفس لون الخلفية حتى يعطيني يعني الموضوع أكثر جمالية، فبختار قطارة الألوان وأختار لون بالخلفية، لون بالخلفية لحتى أحصل على هذا المزيج أو هذا الدمج بين صورة الفارس، تمام، ويكون عندي هذا التداخل مع لون الخلفية. نفس المبدأ خلني أختار نيو سلايد، تمام، وبتوجه إلى إنسيرت ومن بيكتشر نختار ذيس ديفايس، خلني أرجع مستوى إلى الأعلى ونبحث عن الشجريات وليكن هذه ليس هذه، نختار SVG SVG كانت هذه، ملف الـ SVG، هدول صور JPG كانت عم بجربهم من قبل بس فقط لا غير، هذا ملف الـ SVG، أضغط على مفتاح الانسيرت بنفس الطريقة، أضغط باليمين أو أنقر باليمين وبنعطي جروب، نختار أن جروب وبنختار يس، أرجع أنقر باليمين جروب أن جروب، بيكون تجزأت معي الأشكال أو الشجيرات مثل ما أنا شايفين بالضبط. خلني أختار أحدهم حسب مخيلتك، كنترول زائد سي وبجي لهون كنترول زائد في، خلنا نصغر شوي، تمام، طبعا مع مفتاح الشيفت بإمكاني أضع الصورة الآن أو الشجرة بهذا المكان، تمام يا أصدقاء وليكن بهذا الشكل.
واختار الآلة أيضا من نفس العائلة اللونية اللي هي بالخلفية لحتى أنا أحصل على هذا التدرج أو هيدئة الجمالية بين اندماج الشكل بالخلفية مع رسمتي يلي أنا قائم عليها. الآن الحواف بالأسفل ما محتاج يكون دائرية، أنا محتاج يكون القوس العلوي هو دائري، لكن التصميم بالأسفل يكون يعني أكثر جمالية، واللي أنا أقصده في الموضوع الجمالي هو الدمج مع عنصر الخلفية. خلني أتوجه إلى انسيرت، نختار من شيبس أشكال ونختار أداة الشكل الحر، تمام، وخلني أرسم بعجرفة بتخطيط هيك يعني مش ولا بد، تمام، يعني حرك الموس بارتجاف، أعمل نقل مزدوج حتى أنا أقفل، بختار اللي خط الرسم نو لاين، تمام، والتعبئة محتاج يكون عندي إياه من لون الخلفية، من لون الخلفية، لكن عندي نو لاين لخط الرسم فبسحبها لأي مكان، وليكن عندي مثلا لحتى نعمل مثل محاكاة التربة أو التراب أو ما شابه ذلك، تمام، يعني أنا بيهمني بالآخر يكون الموضوع مقنع أكثر ما هو كتصميم، وكأنما الناظر يطلع هذه الصورة فعلا الخيل عمال بيتحرك على التربة، تمام، مثلا يعني يكون الموضوع مقنع يعني أكثر. موضوع القمر رح نضيفه الآن بهذا المكان، خلني أنقر على إضافة شريحة جديدة وبتوجه إلى insert picture this device وبنختار المون، هذا هو صورة القمر بصيغة ال SVG، أنقر باليمين وبختار group ungroup ونختار yes. طبعا الصورة بالأمام رح أقوم بإزالتها وبرجع الآن، طبعا هون في عندي جزئيات فيني أختار مع الكنترول بحدد أكثر من جزئية، أكثر من جزئية، وبختار أحد الألوان لأنني كنت ما مستخدمهم بلون الخلفي، وليكن عندي هذه الألوان حتى يكون في عندي دمج ومحاكاة لصورة القمر مع الألوان الخلفية اللي أنا اخترتها، تمام. طيب الآن بعد ما حددتهم كاملات أرجع أنقر باليمين وبنعمل جروب لكل هذه الأشكال وبختار كنترول زائد سي، ونجي إلى شريحتها الافتتاحية وبختار كنترول زائد في مع مفتاح الشيفت، نحن منصغر رسمتنا، خلني أكبرها كمان شوي لا تكون معانا مثلا بهذا الشكل، ولاحظ الألوان اللي أخذتها أنا يكون متدرجة وموجودة بالخلفية نفسها أو من نفس العائلة اللونية. الآن فقط أني أنا مقامة فورمات بعطي send to bag أو عندي هذا الشكل بختار يعني إحضار إلى المقدمة لحتى يكون يعني جزئية القمر أو صوت القمر هي بالأخير يعني، تمام، هي خلف الأشكال هذه اللي أنا قصدته. بس يلي انتهيت أقوم بتحديد كل هذه الأشكال الموجودة وبعملها جروب واحد فقط لا غير وبحركها لأي مكان، أضغط مفتاح الشيفت وفيني أكبرها وأصغرها، تمام، بحسب ما أشاء، أنا كبرتها يمكن حتى إضافية، تمام، ولكن معنا مثلا بهذا الشكل يا أصدقاء. نبدأ بإدراج العنصر النصي، وليكون عندي أشكال وورد أرت أو تكست بوكس، هو نفس الشيء ما رح يفرق معك، كلها مربعات لإضافة نصوص، وخلني أضيف النص التالي وليكون على سبيل المثال الفتوحات، تمام، الإسلامية، وليكون أنت عم تقدم محاضرة بتكلم عن الفتوحات الإسلامية. خلني فقط أسحب على هذا المكان عبين ما نختار أحد أنواع الخطوط المناسبة، يكون خط رسمي أكثر، يمكن في خط الجزيرة بصراحة أنا بيعجبني يعني بعض الشيء بشوفه خط سريع هذا الجزيرة، تمام، يعني جميل أني أنا أستخدمه مقروء، تمام، وأختار لكن مختار لون النص يكون من الألوان الخلفية نفسها، من الألوان نفسها. إذا حبيت أنك يعني تختار الآن more color وتقلل شوي أو تعطي أكثر يعني فتوح، فممكن من نفس العائلة أنك تغيرها، هذا اللي أنا قصدته بالضبط يا أصدقاء. طيب نعمل تكبير لحجم الخط، أو إذا حبيت يكون عندك ياون على يعني مثل سطرين كمان ما عندك مشكلة بالموضوع. موضوع الشادو والتأثيرات وما شابه ذلك بإمكانك أنك تنتقل إلى التكست أوبشن أو خيارات النص، تختار التأثيرات الشادو، وليكن عندي على سبيل المثال هذا الشكل، تمام، خلني أزيد المسافة شوي. نفس الشيء موضوع البلور، فيك تغير فيها كمان البلور، يعني مثلا بهذا الشكل، يعني نعطي بعض التعديلات، الأمر جميل جدا جدا. بإمكانك تعمل حتى موضوع الجريدينت، التدرج اللوني، هذه بالتعبئة نختار جريدينت فيل أو تعبئة متدرجة، خلني أحذف وأختار اللونين حتى يبرز معنا بشكل أكثر من هيك. عندك هذا اللون وعندك اللون الثاني، خلني أختاره أيضا من الخلفية اللي أنا مستخدمه، وليكن معي مثلا هذا اللون، تمام. طيب فينا ننقص ونزود ويكون معنا مثل بهذا الشكل يا أصدقاء. نفس المبدأ فيك تختار أحد الأنماط يعني أو الأنواع التدرجات واختار الاتجاهات من هذا المكان لحتى يعطيك أكثر جمالية. خلني أختار اللون الأبيض
حتى يضح معكم فقط موضوع الألوان الآن على الشاشة بشكل أكبر من هيك. تمام، خلني أختار مثلا من الزوايا بيكون معي بهذا الشكل. الآن إذا كنت حابب أنك تحفظ هذا التصميم كصورة وتبدأ في مراسلاته أو ما شابه ذلك، بإمكانك تتوجه إلى فايل ومن سيف أز ومن بروز وتحديد المكان للاستعراض اختار ديسكتوب مثلا، وعندك هون النوع بيجي بنختار الجي بي إي جي، تمام، لحفظ هذه الشريحة كصورة، لحفظ كصورة. والطريقة الأسرع لحفظ أي جزئيات، يعني مثل هذه الجزئيات اللي عندي إياها اللي أنا صممتها، هو هذا الشكل. أنقر باليمين وأعطي هون Save as Picture، راح أقوم بتصدير فقط هذه الرسمة كصورة BNG أو على أغلب BNG أعتقد، تمام، هي BNG صورة مفرغة وجاهزة. تمام، بإمكانك تصدر الصور بأي طريقة بتشاء. الآن يا أصدقاء راح أغلق البرنامج وأرجع عيد من جديد على عجل لكن بواجهة اللغة العربية. فأو قبل ما أسكر البرنامج بتوجه إلى فايل وبتوجه إلى Options وبتوجه إلى Language وبسحب اللغة العربية يكون عندي Move Up بالأعلى ونختار OK. هو بيقول لي لازم تطفي البرنامج وتشغله، فأنا راح أسكر البرنامج وما راح أحفظ التغيرات لأني راح أعيد الملف من جديد. برجع بشغل برنامج PowerPoint راح نشوفه عندي باللغة العربية. بختار أيضا من تخطيط عرض فارغ أو شريحة فارغة وبتوجه إلى تنسيق الخلفية وتعبئة الخلفية بلون خالص، عفوا خلني اختار هذا اللون، وقلنا انه رح ناخذ الوان اضافيه ونزيد بالكثافه اللونيه بهذا الشكل على عجل. رح نعيد نفس الافكار، رح نضيف شكل بيضاوي، تمام، بهذا الشكل. خلنا نكبر شوي معلش، تمام. بختار الالو بدون اطار، والتعبئه هذه هي التعبئه، التعبئه تكون من نفس لون الخلفيه لكن بختار الوان اضافيه ورح نقلل بالكثافة اللونية، تمام، بس فقط لا غير. وبعمل كنترول زائد دي ونفس المبدأ، بختار لون أكشف منه بالتدرج اللوني، عفوا أكشف حتى، وبضغط كنترول مع شيفت ومنقلل للداخل، قللت زيادة، تمام، بهذا الشكل. بختار كنترول زائد دي مع الكنترول شيفت منصغر المساحة شوي، وبغير اللون بألوان إضافية إلى لون أقل بحتة إضافية. الآن بحدد كل هذه الأشكال وبتوجه إلى تنسيق ومن محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف، وبختار Ctrl زائد G فأصبحوا عندي جروب واحد، تمام. بتوجه إلى أدراج وبنختار صور من هذا الجهاز، وبتوجه إلى الديسكتوب أو سطح المكتب. عندي بداية رح نختار كنا صورة الفارس هون، تمام، بجي بختار ملف الـ SVG، تماما. طيب أنا خلني أعمل شريحة جديدة نسيت أني أعملها، أعمل Ctrl زائد X وCtrl زائد V. أنقر باليمين وبتوجه إلى التجميع وبعطي فك التجميع، هو بيقول لي هذه الصورة مستوردة وليست مجموعة، هل تريد تحويلها؟ فلازم نحول العنصر الرسومي، هذه الرسالة. أنقر على نعم وبرجع مرة تانية بختار فك التجميع، وأيضا مرة ثالثة فك التجميع، فأصبح عندي كل شكل على حدة. خلني أختار الآن شكل آخر وليكن عندي، أختار Ctrl زائد C وهون Ctrl زائد V. ما بنسى أني أنا أجعل اللون من لون الخلفية، من لون الخلفية يا أصدقاء، وليكن عندي بهذا الشكل. خلني أوسع شوي، بهذا الشكل، تمام. الآن برجع بعمل يعني شريحة جديدة وبتوجه إلى إدراج صور من هذا الجهاز، وخلني أختار صورة الأشجار عندي، قلنا هون هذه الأشجار. أنقر باليمين وبختار من تجميع فك التجميع، نختار أوكي، أيضا فك التجميع، تمام. طب خليني أختار سجة معينة وليكن عندي مثلا Ctrl زائد C، وبجي لهون Ctrl زائد V وبجعل لونها أيضا من لون الخلفية. خليني أكبرها مع مفتاح الشيفت وأخذ فقط هذا الحيز منها، أصغر شوي، تمام، تمام، وليكن معاي بهذا الشكل. طيب الكلام جميل، خلني اختار كمان شريحة فارغة وبتوجه الى ادراج صور من هذا الجهاز، خلني اختار القمر، تمام. انقر باليمين وبختار تجميع فك التجميع، اختار نعم. الصورة اللي بالخلفية او بالمقدمة عفوا اقوم بازالتها. اذا حابب مع مفتاح الكنترول تاخذ بعض الجزئيات وتغير بالوانهم مثل ما حكيت، ايضا ما عندك مشكلة فيها، برجع بختار Ctrl زائد A وبنقر باليمين وبنعمل تجميع لكل هذه العناصر، وبختار كبي أو نسخ وبتوجه لهون وبختار Ctrl زائد V. مع مفتاح الشيفت رح نقوم الآن بتصغير رسمتنا،
وليكن بهذا الشكل وبرسلها على احد الاماكن او المواضع اللي انا بشوفها انه هي مناسبة. لا بحدد الان السجة وبنقر على مفتاح الكنترول وبحدد الفارس وبختار ارسال او احضار الى المقدمة حتى يكون عندي القمر هو موجود بالخلفية. صف عندي العيب الوحيد وهذه المنطقة بحلها بالشكل التالي من ادراج اشكال وبختار اداة الشكل الحر شايفينه هون وبرسم يعني اماكن بتوضح موضوع التربة تمام وليكن بهذا الشكل بهذا الشكل تمام. خلني اختار الآلة بدون خط الرسم والتعبئة تكون عندي بلفس لون الخلفية يا اصدقاء. بسحب لهذا المكان الوضع جدا مناسب وجميل للغاية. كنترول زائد A وكنترول زائد G اصبحوا عندي جاهزين بشكل جميل للغاية يا اصدقاء. هذا هو التصميم البسيط اني اطلع فيه من خلاله افكار جميلة. ايا يكن منهجك ايا يكن الدرس ايا يكن التدريب بامكانك تعمل بصراحة من ادوات الفيكتور جرافيك تطلع افكار رائعة للغاية. خلني اختار نفس المبدأ وورد ارت ونكتب كمان عندي التاريخ الاسلامي او الحروب او الفتوحات الاسلامية تمام. وخلني اختار هون انتر حتى يكونوا عندي على سطرين تمام. عندي هون الخط انا بختار الجزيرة هذا هو الجزيرة نفس المبدأ. خلني اكبر حجم الخط بداية وبتوجه الى خيارات النص لاحظ او تكست اوبشن باللغة الانجليزية عندي خيارات النص تعبئة متدرجة خلني اختارهم وبجي بختار اي لونين انا محتاج وليكن عندي هذا اللون اللي اعتمدناه قبل شوي وايضا مع اللون الاصفر يطلع جميل ومع اللون الابيض يطلع جميل يعني باي لون كاشف فيطلع جميل للغاية. خلني اختار هون هذا اللون وعندي هون اللون الابيض كمان اخترناه او تختار اللون الاصفر يعني يعطي جمالية حسب الهوية البصرية اللي شغال عليها بها العموم. طيب كلام جميل لحد الان رح نكبر تمام ويكون معاي بهذا المكان. طبعا ربما تضيف بعض ايقونات المواضع التواصل الاجتماعي ديزاين باي فلان او اسم المدرب اسم الجهة الراعية لهذا التدريب او هذا التصميم تمام وخلاص يعني تبدأ الان بتصميم الدرس بشكل جميل. طبعا هذول الشرائح ما بيضل يحتاج فيهم اقوم بحذفهم سواء كنت شغال على اللغة العربية واللغة الانجليزية هو نفس المبدأ. ممكن بحفظ الملف حفظ باسم نختار استعراض اختار الديسكتوب وليكن على سبيل المثال وبكتب على سبيل المثال مثلا هون انا رح اسميها رح نسميها شو رح نسميها مشروع تصميم سلايد افتتاحي تمام باستخدام جرافيك فيكتور تمام. طيب هيك انا بكون حفظت العرض التقديمي كملف باوربوينت كامل. اذا حابب اني احفظه فقط كصوره فبتوجه الى فايل سيف از كمان استعراض وبجي بغير فقط النوع وبختار الجي بي اي جي وانقر على سيف. راح له هذه الشريحه فقط لان انا ما عندي غيرها اساسا لان احنا لو سكرنا راح نشوف هون في عندي مشروع باوربوينت بي بي تي اكس وعندي هون الجي بي جي هذه عباره عن صوره فيني انا ارسلها فيني انا اقدمها يعني كمقترح يعني فيني اعرضها غير قابل للتعديل بتصميم بصراحه غايب الجماليه وغايب الروعه. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع ولا اخفيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم والاشتراك ومشاركة هذه الفيديوهات وأتمنى التوفيق لي ولكم ولجميع المشاهدين والمشاركين معنا في قناة عالمكم وألقاكم على خير ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.